موضوع آخر يخص تثمين النفايات، حيث أصبح نشاطا اقتصاديا بامتياز وفرصة حقيقية لتطوير وتنويع الانتاج الوطني، فهو يساعد على خلق فرص عمل حقيقية. وهذه العملية تدخل ضمن ما يعرف بالمقاولة الدائرية كأداة لتطوير إدارة النفايات. تفصل حنان هارون. يمثل الاقتصاد الأخضر القوة الدافعة للتنمية والتقدم التكنولوجي، ويشجع الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، لا سيما في مجال المقاولتية الدائرية كوسيلة لتطوير إدارة النفايات. الهدف يعني رانا حبينا نفوتوا الاقتصاد الدائري، يعني في الايكونومي لينيار نستهلك ونرمي النفايات، ما فيهاش رسكالة. ولكن في الاقتصاد الدائري نستهلك ونسركل، يعني نستعمل ريسيكلاج دي ديشي. في ريسيكلاج دي ديشي يكون فيه رقم اعمال سنوي ما يقارب 38 مليار دينار، وخلق مناصب شغل حوالي 7000 منصب شغل. لاجونس اكومبان بوكو دو 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 بروجي دون سو سو جونرا اي ميم او دولا، اي سي غراس ا سي ا لا فالوريزاسيون دو سي ريزولتا كو لاجونس اي ميم نوتر بي بارتيسيپ à valoriser mieux et à donner de l'importance à ces porteurs de projets pour participer au développement durable. المقاولتية الدائرية وسيلة لتطوير إدارة النفايات، هي ضرورة حتمية لتطوير أنشطة وتثمين النفايات من قبل المقاولين الشباب. نلجأ إلى تكنولوجيات حديثة في ميدان معالجة النفايات. على سبيل المثال عندنا أول مرمدة لمعالجة النفايات الصناعية عبر التراب الوطني في حدود عام، قدرنا نعالج أكثر من 2000 طن من النفايات جد الخطيرة. كنا أول شركة استعملت معالجة النفايات الصيدلانية والنفايات الاستشفائية عن طريق التعقيم، ورانا نلجا الحمد لله إلى تكنولوجيات جديدة لمعالجة النفايات. البروجي تاعي هو سيت اون تكستور حاجة إنيديت دو بار لو مون، سيت ان بروفي، إي سا بيرمي نقول سي لو موايان دو رياليزي دي موب توت سورت دو موب. إذا كان الاقتصاد الأخضر نموذج اقتصادي جديد وفرصة حقيقية لتطوير تنويع الإنتاج الوطني، خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، فإن المقاولتية الدائرية في الجزائر تبقى تحدي ورهان في خدمة التسيير الأمثل والأنجع للنفايات في الجزائر.